اخواتنا. يوم جديد بقى في محل التوينز يا جدعان، وداخل انا بالبيتش باجي بتاعتي وانا يابا بالريز بتاعتي ومامية. قيموا بقى في التعليقات الريز بتاعتي ولا البيتش باجي بتاعت عمر. يلا بينا يابا. انت بتمسح ايه؟ يلا يا عم نفتح المحل يا عم. قول بسم الله ونفتح المحل يابا. بقول لك ايه صحيح، الزملكاوي يعملوا لايك في اول الفيديو كده، انت بتعمل تحديات، طب الاهلاوي هيعمل متابعه وهتشوف يا حبيبي ان الزملكاوي يكسبوا كل مره. طب ايه رايك؟ شفتني وانا برفع بالبيتش باجي؟ 100 100. ايه رايك انت في الريز بتاعتي يا مدام؟ بقول لك يا علي، قبل ما نبدا يومنا كده انا مش هقدر اروق في الجو الحر ده غير لما اعمل لي حاجه ترطب عليا. ايوه يا باشا، نشرب السموزي الجميل ونرطب على نفسنا ونشوف شغلنا. بقول لك على حاجه، مش هنشرب سموزي، هشربك على ذوقك، هشربك ايس كوفي. ايس كوفي ايس كوفي يا عم، اي حاجه ترطب. مالكش دعوه بقى، انا هروق عليك بقى. اتفرج يا عم. ماشي، اتفرج وتعلم اما نشوف. يلا بينا يا جدعان. وانا يا جدعان دخلت بدات اعمل الايس كوفي بتاعي، وبدات احط التلج زي ما انتم شايفين، واوعى تلجيه ورا الثانيه، هتخلي الايس كوفي في حته ثانيه. وهنا بقى يا جدعان بدات انزل بالنسكافيه زي ما انتم شايفين في الخلاط الشقيان، وبعديها بدات انزل بالسكر، وكان اخر شويه سكر بس يلا مش خساره. وبدات يا جدعان ايه بقى، انزل بشويه ميه، لو عندكم لبن حطوا لبن، انا حطيت ميه عشان ما عنديش لبن. وقلت لعلي انا بفكر لك في مقلب، تعالى بقى. وتسللت كده من وراه وحطيت له تلجيه في قفاه. لا يا ابني، ايه ده يا ابني؟ بقول لك الجو حر، مش تديني تلجيه في قفايا؟ بالراحه. طب الجو حر، طب بص حط لي انا كمان التلجيه اهو. طلعت ساقعه قوي. ما هو ده الطبيعي انها تبقى ساقعه. نرجع لمرجوعنا. وهنا بقى يا جدعان بدات اشتغل في الايس كوفي الجميل بتاعي، وهنا وانا شغال لقيت حاجه بسطتني قوي، الشباب الجميله دي. بيو بيو، انت كده حلو يعني. هو في هزار في الحته دي يا عمر؟ قضيت لك على مستقبل عيالك. وانت اللي هتحس يا غبي. يلا بقى هنا نرجع نعمل الايس كوفي عشان انا خلاص بدات اتحر، والجو كان رخم اليوم ده. بصوا يا جدعان، حاجه تفتح النفس، مستنينكم في محل التونز تشربوا الايس كوفي معانا بقى. وبدات احضر الكوبايات اللي هصب فيها الايس كوفي يا جدعان. وهنا بقى اللحظه دي بقى بتغسلني من جوايا، تحسني بتاع عصب والله، مش عارف ليه. صح علي؟ صح يا حبيبي. وهنا بقى يا جدعان بدات اصب. اصب خمسه يا اسطى. خلاص يلا يا حيوان، ما تنمرش عليا، تعالى انت اعمل ايس كوفي. انت قد الدنيا. وهنا بقى يا جدعان ده كان الشكل النهائي، بصوا شكله جامد يفتح النفس. الواد ده مشي من جنبي، تعالى بقى اعمل حته غدر. وهنا بقى يا جدعان قلت كده تست، دقت الايس كوفي بتاعي لقيته جامد، قلت هو مش واخد باله مني، اشرب من الايس كوفي بتاعه، وكان طعمه اجمد عشان انا اللي عامله طبعا، بس هو كان فيه شويه ماء مش عارف. يلا بينا نروح نديله وخلاص. يا علي سامحني بقى في الحته دي، انا بشرب بالايس كوفي بتاعك. الواد ده اتاخر قوي. خلاص يا معلم، الايس كوفي اهو يا معلم. يا عم كل ده هات يا عم. حبيب قلبي دوق كده. ايه العظمه دي؟ عظمه ده جاحد يلا، عشان اللي عامله بس يا 100 100. تعال نشربه بقى. تعالى بقى نشربه. ايه احنا موسخين الحوض جوه، وانا اللي اعمله كمان اغسل الحوض. يلا يا عم، يلا تعالى خش على الحوض على طول اغسل اهو يا باشا. شغال اهو. ايوه كده اعمل بلقمتك، وكمان يا عم عشان ما تقولش ان انا بتنك اساعدك يا عم. وهنا بقى يا جدعان واحنا شغالين حصل غير متوقع، حد دخل سرق الايس كوفي بتاعنا. مين اللي بيهزر معانا ده؟ مش عارف يا جدعان، خرجنا اتفاجئنا ان الايس كوفي بتاعنا اتسرق. ايه ده، هو الايس كوفي بتاعنا راح فين يا عمر؟ مش عارف. اعملوا بقى لايك وفولو وانتظروا البارت 2 نعرف مين اللي سرق ومين اللي بيهزر معانا الهزار البايخ دوت. تعالى يا عم نخرج نشوف مين اللي عمل كده. يلا بينا. سلام.